السلام عليكم جميعا. لنعود قليلا إلى 14 فبراير لنرى لماذا قرية النويدرات، ولماذا أبناء هذه القرية بالذات هناك حالة من الاستهداف المباشر لهم، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى المعيشي أو على المستوى الخدماتي أو على المستوى السياسي. النويدرات كان حظها، ما أدري هل مؤسف أو لا، بس كان حظها أن هي التي كان لها الدور فيما حصل في 14 فبراير. انطلقت منها مسيرة أدت لاحقا إلى أن تكون احتجاجات متواصلة. استهداف أبناء النويدرات يعود إلى وجود شخصيات سياسية قد يكون، أو إلى وجود حراك مستمر في هذه القرية. والنويدرات هي القرية الوحيدة اللي الحراك الاحتجاجي فيها لا يتوقف، ظهر عندهم، صباح عندهم، عصر عندهم، في الليل عندهم حراك، فعندهم حراك مستمر على مدار اليوم، عكس كثير من القرى الذي نراه فقط عصر أو ليل. نويدرات لا، هي القرية الوحيدة التي تتظاهر وتحتج في يوم الجمعة الظهر. في يوم الجمعة الظهر دائما أهالي قرية النويدرات تسمعهم طالعين رافعين شعارات عند الشارع العام. وأنا أؤمن بأن الانتقام جاء بسبب هذا النوع من الحراك. هذا على المستوى القريب، هذا سنتين صار له، وأنا أعلم أن النويدرات على مستوى السنوات السابقة كان أيضا لها حراك طويل في هذا الموضوع. لما نجي لقضية عباس، قضية عباس حصلت في خلال ما سمي بالسلامة الوطنية، وكنا نعرف الجنون اللي حصل في السلامة الوطنية. يعتقل الشخص، يختفي شهرين، لا تعرف أين راح، لا تعرف في أي مكان، لا تعرف في أي منطقة، لا تعرف في أي سجن، يختفي تماما. وأنت في هذا الوقت تريد فقط أن تعرف إذا كان هذا الشخص حي أو ميت، بس لا أريد أعرف التهم، لا أريد أعرف محاكمة، لا أريد أعرف أي شيء. وكنا يعلم في هذا الوقت أنا أريد فقط أن أصل وأعرف هل هذا الشخص حي يرزق أو مات. وكنا في هذه الفترة نسمع كريم الفخراوي، عبد الرسول الحجيري وباقي الأشخاص الذين سقطوا سواء داخل السجن أو اختفوا خلال السلامة الوطنية في نقاط التفتيش. عباس مال الله تم أخذه إلى المجهول، هذه النقطة الأولى، هذا الانتهاك الأول. لم يعلم تهمه، لم يسمح له بالاتصال بعائلته أو محاميه، ولم يسمح له أن يعرف عن مكانه أو يعرف حتى مكانه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التشهير، ذكرون اللي نشر تلفزيون البحرين عنه، وأصبح عباس مال الله من متهم إلى محكوم. الشخص الذي يتم اعتقاله هو متهم، لم يدان،
لم يدان، وهذه نقطة مهمة. الإدانة حتى لو أدين في محاكمة غير عادلة لم تتوفر فيها الضمانات القانونية، إذن يبقى هو شخص غير مدان. هذا بالنسبة لي، بالنسبة لكثير من نشطاء حقوق الإنسان. المحاكمة العادلة معناته أن أنت تسمح لي يتكلم، تسمح لي يجيب محامي، تسمح لي عائلته، تسمح لي يقول التعذيب اللي حصل إليه. فترة السلامة الوطنية أو قانون الطوارئ كان لا يتخيل البعض كيف يحدث التعذيب، تعذيب على مستوى ضخم. هناك سراديب، سرداب تحت الأرض، سجن تحت الأرض، وأنا هذا مسوع عن كلامي، في وزارة الداخلية، مبنى وزارة الداخلية القلعة، هناك سراديب حبسوا الكثير من الأشخاص في هذه الأماكن، تلقوا تعذيب بشع، يتم إدخال لهم الكلاب، لا يسمح لهم بالضوء، لا يسمح لهم بالأكل، لا يسمح لهم بشرب الماء، لا يسمح لهم بدورات المياه وغير ذلك، سواء في الحوض الجاف أو في مبنى التحقيقات الجنائية أو في أماكن أخرى. إذن شخص اعتقل للمجهول، تعرض للتعذيب، تم التشهير به، ومن ثم حكم عليه القضاء لمدة 15 سنة. يكفي 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 أن يتم إبقاء شخص لفترة طويلة من دون اتصال بالعالم الخارجي إلى أن يكون هذا الشخص قد تعرض للتعذيب من أجل أن يعترف على نفسه أو على الآخرين، وهذا نتيجة التعذيب. وأنا أؤمن أن ما حصل، أن ما غرض التعذيب كان ليس من أجل أن يعترف على نفسه، لأنهم لم يحتاجوا الاعترافات. هاي النوع من القضايا لا تحتاج إلى الاعترافات، تكفيهم المصادر السرية التي لا نعلم من هم، فقط مصدر سري لا يكشف عنه في المحكمة، وشهود من رجال الأمن. التعذيب اللي حصل في تلك الفترة كان الغرض منه انتقام. وأنا سمعت قصص لا يتخيلها العقل من أشخاص من قرية سترة، كانوا إذا يسمعون شخص من قرية سترة، نويدرات، لعكر، معامير، يعتبرون جائزة إلى الجلاد، ينادون أصحابهم تعالوا يا جماعة عندنا شخص من هذه القرية، فقط انتقام من القرية، وليس الغرض من هذا التعذيب أن يصل إلى اعتراف سواء ضده أو ضد الآخرين. لما وصلنا للمحكمة شخص اعترف على نفسه، تخيلوا شخص اعترف على نفسه تحت وطأة التعذيب. مفترض قرار المحكمة، قبل البدء في المحاكمة قرار التحقيق في موضوع التعذيب، هذا لم يحصل، حكم عليه 15 سنة سجن. النتيجة لم تتوقف. هل هذا الشخص الوحيد اللي حكم عليه 15 سنة؟ لو أعطيكم أرقام من بداية السنة، بس من بداية هذه السنة إلى غاية تاريخ 1/6، 275 شخص حكم عليه. على الأقل 60 شخص حكم عليه بين 5 سنوات ونازل.
5 سنوات إلى 10 سنوات حوالي 100 شخص، واحسبوا الباقي من 10 سنوات وما فوق. إذن الموضوع ليس موضوع عدالة. إذا كان هذا موضوع عدالة، أنا أول الأشخاص سوف أدعم هذه العدالة. إذا هذا كان فعلا الشخص حاول يقوم بالجريمة التي ادعت السلطة أنه أقام بها، أنا أول شخص أطالب بمحاكمته. ولكن السلطة لم تقدم دليل واحد إلى المحكمة، فقط اعترافه على نفسه وشهود من رجال الأمن، هذا ما قدم إلى المحكمة. هناك حالة من الانتقام ضد هذا الشعب، وهذه حالة الانتقام قاعدة تمشي على خطوتين. الخطوة الأولى هو أحكام ضد المعتقلين، وأحكام أنا لا أتكلم عن سنة، أنا أتكلم عن أحكام قاسية، 5، 10، 15، 20. وفي شاب محكوم عليه 36 سنة في 4-5 قضايا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المواجهة على الأرض، القمع اللي يحصل على الأرض، وهذه الخطوتين اللي السلطة قاعدة تبني عليهم خلال المرحلة القادمة. اعتقل، حاكم، اضرب، عذب، احكم عليه، خله في السجن. تخيلوا نهاية السنة كم ممكن معتقل يحكم عليه، وكم شخص ممكن يكون في السجن. تخيلوا إذا لنص السنة 275 شخص حكم عليه، ممكن يوصلون 500 شخص إلى نهاية السنة. إذن ما يجب أن نقوم به؟ شنو لازم نسوي اليوم؟ هل أن نصمت نسكت ونقول يلا احنا بنتحرك ونشوف اللي نقدر نسوي عليه، او لا تعالوا يا جماعة نفكر في عمل آخر، نغير هل الاستراتيجية اللي احنا قاعدين نبني عليها هي الاستراتيجية الحقيقية من أجل أن يتغير الوضع السياسي أو لا؟ أنا لا أدعو إلى العنف، أنا أدعو إلى العمل السلمي، ولكن حتى العمل السلمي هناك استراتيجيات مختلفة يجب أن نأخذ بها ونبني عليها. إحنا منذ 14 فبراير، وأنا هذا الكلام قلته منذ 14 فبراير إلى غاية اليوم، أحد فكر يقيم هذا العمل اللي قاعدين نشتغل فيه؟ أحد قال تعالوا نشوف هل هذه الاستراتيجية هي الاستراتيجية الحقيقية من أجل الضغط، مزيد من الضغط حتى نفرج عن هؤلاء؟ اليوم احنا مو بس فقط عندنا سجناء رأي، أشخاص عبروا عن رأيهم، أشخاص رفضوا أن ينصاعوا إلى الأوامر وزارة الداخلية أو الضابط الذي كان يرأس الكتيبة من أجل استهداف الناس، رفض، قال أنا ما مستعد أن أنا أتوافق معاك من أجل أضرب الناس، مو مستعد أن أنا أكون جزء من وزارة تقتل الناس، هم العسكريين فقط لأنهم رفضوا أو ما ذهبوا إلى الشغل في ذاك اليوم، رفضوا أن ينصاعوا إلى الأوامر، تم اعتقالهم وتعذيبهم. إذن الموضوع ليس فقط سجناء رأي، ليس فقط أنا سجين رأي عبرت عن رأي،
الموضوع أنه حتى هؤلاء الذين يرفضون الانصياع إلى الأوامر لأنه فيها مخالفة إلى مبادئهم ومخالفة إلى الإنسانية يتم سجنهم. وهذا اللي حصل مع العديد من العسكريين. وهناك عسكريين أساسا ما لهم علاقة بالسياسة، لا يفقهون في السياسة ولا ليس لهم علاقة بالتيارات السياسية ولا أي تيار، هم فقط أشخاص عاديين رفضوا أن ينصاعوا إلى الأوامر فتم سجنهم. إذن هناك حالة من الانتقام على كل المستويات. الطبيب لم يكن سياسيا، المهندس لم يكن سياسيا، بل أرادوا فقط أن يعبروا عن رأيهم في مجال معين، انسجنوا وتم تعريضهم للتعذيب وما شابه ذلك. إذن هل خلل فينا أو خلل بس فقط في السلطة؟ هل إحنا كان لنا دور سلبي في هذا أو فقط السلطة هي السلبية؟ هل أبناء المنطقة بذلوا ما يستطيعون أن يبذلوه في كل مرة يدرسون استراتيجياتهم من أجل أبناء الذين هم في المعتقل أو لا؟ هذا يجب أن ندرسه خلال المرحلة القادمة. ما فكرنا فيه الآن لا يجب أن نفكر فيه. إذا كنا فعلا نريد الحرية والعدالة في هذا البلد يجب أن نفكر بطريقة مختلفة، لا نبقى نسير في نفس الطريق ونعلم أن هذا الطريق لن يوجهنا إلى المكان الأساسي. هذه النقطة. النقطة الأخرى، الحراك الشعبي لا يأتي ثماره بين يوم وليلة، وإذا أتى ثماره بين يوم وليلة تأكدوا بأنها سوف تكون ثمارا مرة، سوف تنتهي. وعندنا تجارب، تونس متى خلصوا؟ خلال شهرين ثلاثة. اليوم هم يعانون نفس اللي صار في السابق. مصر نفس الشيء. إذا لم يكن هناك إيجابية أنهم نجحوا في التحرر بشكل سريع، نحتاج إلى نفس طويل، نحتاج إلى استراتيجية مختلفة، نحتاج إلى اتحاد، نتحد فيما بيننا، وهذا مهم جدا خلال المرحلة القادمة. نختلف في المبادئ، نختلف في الأساليب، ما عليه، بس نختلف في الهدف، هذه مشكلة. احنا كنا هدفنا ديمقراطية وعدالة، كنا هدفنا ان نشوف هذا البلد يعيش في ديمقراطية، ان انا اعبر عن رأيي بدون ما اعتقل، هذا هدفنا. قد يختلف في الاسلوب، هذا ما في مانع. كثير من الحركات السياسية في العالم والتحررية كانت تختلف في الاسلوب، بس كان لما يكون هناك هدف واحد كان الجميع يلتف حول هذا الهدف، وهذه رسالة الى الجميع. ختام القول، انا اود اشكركم جميعا. المعتقل او الجريح هو يقود ثورة ايضا، لان المعتقل تأثير ماله مو بس فقط على نفسه، على عائلته، على ابنائه، على اخوانه. يمكن اخوانه ما كانوا جدا مهتمين بالمشاركة في الاحتجاجات، بس اليوم لأن أصبح أخوهم معتقل هم مستعدين يشاركون. إذا هذا تأثير إيجابي، فيجب أن نستثمر كل تأثيرات الإيجابية من أجل أن نصل إلى هدف العدالة والديمقراطية. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.